في شأن آخر، أصدر وزير التموين علي مصلحي قراراً بغلق كافة المواقع التخزينية الرئيسية لمحصول القمح اعتباراً من نهاية يوم عمل الأربعاء المقبل، بينما استثنى القرار بعض المواقع في 8 محافظات. كما أصدر وزير التموين قراراً باستخدام الأقماح المحلية لموسم 2021 للطحن من المواقع التخزينية المحددة، مشدداً على الرقابة والمتابعة اليومية لتوريد كميات الأقماح، ومؤكداً أن المواقع المستقبلة للأقماح قد تسلمت من الموردين هذا العام 3,665,000 طن.